مشاهدينا اهلا بكم، وحنا دائما بشاطئ السعاده بمنطقه عين السبع. وكيتواجد معنا في هذه الاثناء شاب اللي للاسف الحمد لله بعد قدر يعتق راسه، كان كيعوم في هذا المكان وغرق واعتق راسه. كيف قال لك شفت الموت بعينيا وما تيقتش راسي انني تعتقت. وبغى يوجه نصيحه للشباب فين يعوموا، بحكم انه على معرفه بهذه البلاصه، فين يعوموا فين ما يعوموش. والواقع وقعت له تقريبا واحد جوج سيمانات اللي قلتي لي. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. واخا عاود لنا شنو المشكل؟ قلتي غرقتي هنايا. اي ما غرقتش، كنت لاجي في البحر هناك كنعوم سماشيري، في الداخل كنعوم حسيت براسي شدتني الجره، كندراه لحد كندراه وانا كنرجع في بلاصتي، كندراه كنضرب وكنرجع في بلاصتي كنرجع. كيفاش دابا انت كتبغي تخرج وبحال البحر كيجرك؟ ملي كنضرب كنبغي نخرج، انا راه كنرجع بالله. حتى بقيت بشويه وانا نخرج. قلتي لي هرستي المواج دابا. هرست المواج فهمتيني، دابا ما خاصنيش نخرج نيشان، خاصني ديما نجري. دابا الجره على بالك نيشان انت خاصك ديما العكس ديالك، الا بقيتي غادي معاه غتقدر في بلاصتك وترجع بالله. المهم انا كنت الحمد لله اللي تعتقت. قلتي لي شفت الموت بعينيا. معلوم شفت الموت بعيني. ما كاين لا ميطاجورات لا والو في هاد البلاصه. الميطاجورات كاين فين كبغي يصلي عامر. وانت اللي جيتي البلاصه الخاويه. البلاصه الخاويه ما تهي خاص يكون فيها. واخا وشحال الوقت وانت كتضارب يعني كتحاول تعتق راسك؟ شي 10 دقائق وانا مضارب بزز باش خرج. شحال بعدتي تقريبا؟ بعدت بزاف، حتى بقيت بشويه كندرع، حتى كما قلت لك شقيت المواج مشيت على الجد هي فين خرجت. وبديك اللحظه شنو كنتي كت؟ ديك اللحظه اختي راه شفت الموت، راه شفت الموت بعيني. لحد الان دابا ما تيقش راسي راه باقي عايش. انا مشيت ترى سلام عليك الله طول بالي عمر جديد. وشوف واش كتجيك شي افكار ديك اللحظه ولا كتشوفها تعتق راسك؟ ما انت عشت شي واحد صعيبه الله يحسن العوان، ولكن شنو ديك الساعه كيدور في الدماغ؟ افكار هذا اللي كنت كتفكر في هذيك الساعه الموت فهمتيني، بديت كنفكر في الموت، بديت كنشهد وكندرع كنخرج بشويه بديت كندرع قلت غنبقى ندرع الى خرج. انا ما خرجتش غادي كنشاهد الله يسمح لي كنشاهد صافي. وصل واحد الميساج. المهم باغي نوصل واحد الميساج للدراري، المهم الشباب ديالي اللي باقي قد الثقافه ديالي 21 20، باغي نوصل لهم واحد الرساله. كيجيو منين كيجيو ولاد عين السبع، المهم بنادم يجي ما خاصوش يبقى يقول راه كاين الميطناجوري تم داخل، يقول لك كاين الميطناجوري غيدخل يعتبر الميطناجوري غيشوف غادي غارق راه ما غيديهاش، ماشي ما غيديهاش ما غيشوفكش ما يقدرش يجري معاك. راه بزاف شحال من واحد عندك انت كن خاصك تدخل داخل ما خاصكش تغرق، الا غرقتي غادي تشوف. بغيتي تغرق في موكب الناديه بغيتي تعوم على خاطر. انا كنت في البحوره ديال عين السبع. فين هما البلايص اللي ممكن انت عندك هاد البلاصه وهاديك البلاصه اللي لهيه هادو خطر فهمتين. وكنشوف الدراري هنا كيجيو بزاف هاد القادوس هذا. اييه فهمتيني، راه كيشوف الدراري كيعوموا، انا عاوتاني راه ضيل بهد كنبقى عند وسادو. شحال من واحد تلاح ضرب راسه مع الصخر. ياه. شحال من واحد تلاح كيتلاح كيضرب كيسحاب كيجي كيتلاح. ما بقيتيش كتعوم هنا؟ هنا ما بقيتش كنعوم، من نهار وقع لي هذاك الموت باش نغرق ما بقيتش كنعوم في البحر. مشيت للمحمدية وليت خايف على راسي، ما بقيتش كيف مرة رحت كتزاعم على البحر. شحال تقريبا باش وقع لك هذا المشكل؟ دابا جوج سيمانات. السيمانات وقع لي كتات السيمانات هذيك اللحظه راه خسير عش شفت الموت بعيني والحمد لله على كل حال طول لي الله صراحه. نصيحه اخيرا للناس. اخيرا النصيحه الاخيره اللي باغي نقول للشباب وباغي نقول للدراري اللي كيجيو لهذا البحر، لا نقول يجيو ليه ولكن عوم بلاصه فين مجموعين، عوم بلاصه مجموعين وما تدخلش لداخل، ما تقولش راه كاين الميطاجور. دابا الدراري كيقولوا راه كاين الميطاجور راه صافي، انا دخلت لا غنخسر شي حاجه راه غيدخل يجبدني. لا طاجور شحال من واحد شحال قدو تحاد البحر كامل. نعم شحال قدو، ولكن خاصك حتى تعوم في بلاصه ما خاصكش تغرق حتى لداخل، بالاخص في هذا البحر ما خاصكش تغرق حتى لداخل. هنا كاينه الجره، كاين الجره بزاف، والناس من ويت لاجور من هنا مشى خرق
ماجوره غرق من البحر ويلا مؤخرا غرق واحد الدريره كان. نعم راه كنا صورنا ليها كنا حاضرين. المهم هاد البلاصه صارت منطقه رخي بزاف. والرساله اللي باغي نوصل للدراري بلا ما يقاولين يجيو هنا بزاف وما يغامروش راه العوام اللي كتجي فيه. انا براسي كنتسعى هاد البحر كنغامر كنقول غندخل راه ميطاجور غيجي نفس الفكره ديالي انا كنقول راه ميطاجور غندخل غيجي ومني دخلت ما تقنع شافنيش يعني. اصلا بلاصه خاويه من الميطاجور خاويه من الباب. ايوا الحمد لله على سلامتك هذه دير لك العقل دارت لك العقل دير لي العقل. نتمنوا لك التوفيق والحمد لله على سلامتك مره اخرى. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا يعني الشاب اللي قال لك شفت الموت بعينيا كان دابا تقريبا شي جوج سيمانات غرق وعتق راسو الحمد لله وتعلم حاجه مزيانه هو انه ما يغامرش في البحر يعوم في بلاصه فين كيعوموا الناس وما يحاولش يغرق بزاف ويمشي بعيد. مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم دمتم في امان الله وقبل ناخذوا الاحتياطات ديالنا ناخذوا الحيطه والحذر. جينا باش نفوجوا ما بغيناش نبكي وما بغيناش هكا بنادم يعوم في البلاصه فين كيعوموا الناس. دائما احنا كنبغيو البروده ديال البحر وهكا ما نحاولوش نمشيو بعيد وما نحاولوش نغامروا لان الانسان اللي كيغامر غالبا الله يحفظ راه كيجيبها في راسو كيف كنقولوا. دمتم في امان الله الى اللقاء.